قال: باب من عال ثلاث أخوات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. نعم. قال: باب من عال ثلاث أخوات. ثلاث أخوات، الباب الذي قبل قال بنات وهنا أخوات. قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وهذا يجري على ما يجري في تربية البنات والإحسان إلى البنات. ولذلك الأخوات أيضا يجب على كل أخ أن يلتفت إلى أخته، أن يلتفت إلى أخته ويحسن إليها ويصبر عليها ويكفيها ويؤويها ويرحمها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأخوات كما وصى بالبنات. ولا شك بأن الأخت أيضا رحم، الأخت رحم، وصلتها واجبة، وصلتها واجبة. وهذه هذا الحديث إنما هو زيادة على الصلة الواجبة، زيادة على الصلة الواجبة. فأنت يجب عليك أن تصل أختك أو أخواتك، لكن هنا يجب عليك أن تنتبه إلى ما هو أبعد وأقوى من ذلك فيما يتعلق بالفضل الزائد على الفرض في قضية الرحم، وهي أن تقوم على أختك فتحسن إليها، سواء كانت تسكن معك أو تسكن في بيت والدها، فإن الواجب عليك أن تلتفت إليها وأن تصلها وأن تحسن إليها وأن تقضي حاجتها وأن تكف الشر عنها، سواء كان شرا معنويا أو شرا ماديا.